وينضم الينا مباشره مشاهدينا الكرام من بغداد المحلل الامني والسياسي الدكتور حسين علاوي. دكتور علاوي مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. وبدايه هنا علاقه العراق دكتور مرحبا. علاوي اهلا بك مع ايران هنا والولايات المتحده خاصه في ظل العقوبات التي تفرضها الاخيره هنا على ايران. كل هذه الجدليه دكتور علاوي كيف ستؤثر هنا على العراق اقتصاديا وأيضا سياسيا؟ ونحن نعرف أن العراق تربطه بإيران علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة. نعم، مساء الخير عليك وكل عام وأنت بخير والمشاهدين بخير والعراقيين بألف خير. حقيقة المشهد الآن الإيراني الأمريكي باتجاه العقوبات الأمريكية التي فرضت على الجارة إيران هي مشهد يستمر ويأخذ مساره، سواء بالتحالفات التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من الدول والتي تسقط بظلالها على الساحة العراقية. ولاحظنا أن هنالك قبل العيد كان انقسام كبير بين العراقيين باتجاه تأييد العقوبات وباتجاه عدم تأييد العقوبات، وكان هنالك رؤية وسطية بأن يكون هنالك القضية الإنسانية التي عانى منها العراق أن تكون هي البوابة لحديث العراقيين مع المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ظلال هذه العقوبات لحد الآن لم يؤثر على السوق العراقي ولم يعني تتأثر السوق العراقية به كثيرا، لكن الانقسام السياسي الذي لاحظناه باتجاه تأييد موقف السيد رئيس الوزراء عندما تحدث في المؤتمر الصحفي كان واضح جدا لدى بعض القوى أن تؤيد رؤية السيد رئيس الوزراء باستقلال القرار العراقي وأن يبعد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي، وهذا هو استحقاق طبيعي للعراق بأن يبتعد عن هذه الصراعات الإقليمية والدولية. طيب دكتور علاوي، لكن هنا التصريحات الحكيم كيف تقرأها بالضبط عندما قال بأن العراق لن يقف مكتوف الأيدي في حال تفاقمت العقوبات هنا على إيران؟ بماذا يلوح الحكيم هنا؟ يعني أكيد السيد الحكيم يلوح برؤية الجانب الإنساني والجانب الأخوي بين العراقيين وإيران ضمن منطقة الشرق الأوسط وأنهم جيران، وبالتالي العراق قد يقدم مساعدات إلى إيران إن احتاجت إيران إلى هذه المساعدات. ما زالت العقوبات في بداية الأمر وما زالت هنالك غرف التفاوض الخلفية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سواء في سلطنة عمان أو إحدى الدول الأوروبية، وبالتالي قد تسفر على تخفيف هذه العقوبات وانتهاء توافقها. وحتى تصريحات جون بولتون مستشار الامن القومي الامريكي قال نحن لا نريد ان نغير نظام ولكن نغير السلوك، وبالتالي الصراع الان على المصالح في المنطقه. دعني انتقل هنا الى محور تشكيل الحكومه والمفاوضات الجاريه هنا. الحكيم هنا حدد ثلاثه خيارات، فضل فيها هنا خيار الاغلبيه الوطنيه على الديمقراطيه التوافقيه وايضا على الاغلبيه السياسيه العدديه السائده في الدول الديمقراطيه هنا. هل لك أن توضح للمشاهدين كل هذه المصطلحات السياسية ولماذا هنا فضل الحكيم خيار الأغلبية الوطنية؟ يعني أكيد بعد ما حصل بالموصل وكان السيد الحكيم هو من قدم مشروع في ذلك الوقت بقضية حل المشاكل مع السكان المحليين الذين كانوا يطالبون بمطالب بسيطة قبيل أن تتصاعد إلى وجود تنظيمات إرهابية في الأنبار وغيرها من المحافظات المحررة، أن تكون هنالك شراكة وطنية حقيقية في القرار الوطني، وهذا ما يسعى إليه السيد الحكيم ويسعى إليه السيد العبادي. والسيد العبادي كان واضح جدا عندما حضر يوم محفل كبير لدى السيد الحكيم عقده بمناسبة وفاة واستشهاد السيد الحكيم في قبل أشهر، وبالتالي كان واضح جدا الحديث عن أغلبية وطنية. لكن هنالك من يقول أغلبية سياسية، والأغلبية السياسية عندما نراجعها ونراجع فترة 2014 لا تفيد العراق ولا تحقق الاستقرار الوطني، ولن يقبل بها الكرد ولا العرب السنة مثل ما الآن يصرحون، وبالتالي علينا أن نذهب بخيار الأغلبية الوطنية. لكن الأغلبية الوطنية يجب أن يكون لديها برنامج ويجب أن يكون لديها قرار موحد ويجب أن يكون لديها مجلس سياسي لمناقشة السياسات، وهذا بالتالي تحتاج إلى تأطير هذه الفكرة. وبالتالي هنالك قصتين تدور في هذا المحور. القصة الأولى التي يتزعمها السيد الحكيم والسيد العبادي والسيد الصدر والسيد إياد علاوي وهو ما حصل في اجتماع فندق بابل، والآن هنالك دعوة لالتئام ودخول الكتلة الكردستانية وكذلك
كتلة المحور الوطني التي تمثل العرب السنة في الدخول بهذا الاتجاه، وهنالك حديث عن قد يكون هنالك سيناريو يعني إفشال هذا المشروع ودخول الفتح ودولة القانون باتجاه لملمة الموضوع وجمع جزء من النصر مثل ما يتحدثون أو يصرحون، وأجزاء أخرى من الأكراد والعرب السنة وتشكيل أغلبية سياسية، وهذا أتوقع أنه خيار صعب وما زال غير واضح لحد الآن. هم يراهنون على محور الكركوك هنا دكتور علاوي، دعني أنتقل إلى هذا المحور. رئيس الجبهة التركمانية هنا السيد أرشد الصالحي وجه رسالة هنا للقادة الشيعة والسنة والكرد، مؤكدا خلالها عدم وجود اتفاق بين بغداد وأربيل حول موضوع قضية كركوك هنا وتصخرماته ما لم تتم مراعاة هنا خصوصياتها ومكوناتها. كيف تقرأ رسالة الصالحي هنا سيدي؟ يعني أكيد قضية المكونات الاجتماعية ومطالبها هي مطالب واضحة جدا، وتحتاج حقيقة في هذه المرة إلى المراجعة والشراكة في القرار، وبالتالي أن تكون هنالك اتفاقيات سياسية على حساب المكونات الاجتماعية لن تحقق الاستقرار لكركوك، وهذا بالتالي جوهر الرسالة التي يريد السيد الصالحي أن يشير لها، وهي رسالة دقيقة. يعني إن كنا محللين مستقلين نتحدث عن هذا الموضوع، كركوك هي عراق مصغر تحتاج إلى رؤية مشتركة من جميع المكونات لإنجاح الحكم المحلي فيها، وكذلك المسار بالاستحقاقات الدستورية والاستحقاقات السياسية من أجل تحصين الاستقرار وتحصين بناء النسيج الاجتماعي المستقر على المدى الطويل. من لا تكون كركوك هي عقدة الحكم وأزمة السلطة المقبلة للحكومة التي ستشكل قريبا. هناك أنباء دكتور علاوي تحدثت هنا عن نشر قوات أمريكية في تكريت، وأيضا إمهال قوات الحشد للانسحاب من هذه المناطق، ثم جاءت هنا العمليات المشتركة لتنفي هذه الأنباء. لماذا كل هذا الكلام المتكرر عن سحب قوات الحشد، كل هذه الإشاعات المتلاحقة، لماذا برأيك؟ يعني اولا هي محاوله ضغط على السيد حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحه، وهذه المحاولات هي غير يعني من حيث الواقع غير موجوده على الارض. لحد الان العراق لم يعطي اي قاعده عسكريه الى قوات التحالف الدولي في مقدمه القوات الامريكيه، والقوات الامريكيه قوه استشاريه وقوه تقدم التدريب فقط، وقدمت قبل فتره الدعم الجوي والدعم النار الغير مباشر، وهي ملتزمه بهذا الموضوع، وحتى بعثه الناتو هي ملتزمه بالتدريب. بالتالي هذه البروباغندا التي يتم الضغط بها على موقف السيد العبادي على اعتبار انه يقود الان تحالف مهم هو كتله النواه التي قد تشكل الحكومه خلال المرحله المقبله، وبالتالي يريدون ان تظهر هنا الدعايه هنا وهنالك باستخدام هذه الورقه التي هي في الحقيقه لا وجود لها على ارض الواقع مثل ما اشار الناطق باسم العمليات المشتركه. كنت معنا من بغداد المحلل الامني والسياسي الدكتور حسين علاوي، شكرا جزيلا لحضرتك.